برعاية للساده المشاهدين في حلقه جديده من برنامج قضايا بلد. طبعا بنعتذر للساده المشاهدين على التاخير، طبعا انا كنت جاي من سفر، فللاسف الشديد الطريق النهارده الخميس بقى فكانت زحمه، فسامحوني، فان شاء الله ما تتكررش مره اخرى. بنتكلم طبعا على ان كان معتاد لما يبقى في حلقات سابقه بيبقى في مشكله مطروحه بشكل عام على الراي العام، فبنقول ان المشكله دي بنتابعها على اساس ان احنا بنشوف مين له حق، وفي الاول والاخر بننتظر برضو الكلمه النهائيه اللي هي خاصه بالقضاء. فبالتالي احنا بنقول عن ان احنا كان في مشكله مطروحه في حلقه السابقه مع احد الفلاحين بخصوص مساحه 53 فدان وثلاث اراضيت مع ده في قريه طنطاوي بعزبه او ده عزبه طنطاوي بقريه الفقاعه بمركز ابو قرقاس محافظه الملك. المساحه ديت في بعض الناس اشتروها من الاهالي، وكان في بعض الفلاحين الموجودين او الفلاحين بشكل عام بيقولوا ان الارض ديت للاسف مش متاخده بشكل قانوني، وطبعا غير واجه حق، فبالتالي احنا موجودين على الارض وصاحبها مش موجود. فبالتالي احنا من سنه 53 او حاجه 59 الارض دي احنا بنزرعها، فبالتالي لنا الحقيه فيها. فالنزاع قائم بين هذه الطرفين، وبالتالي في توكيلات تمت وفي طرح بعض الاوراق والمستندات من الطرف اللي هو شاري الارض ومن الطرف الفلاحي. فكان في ردود على ان طبعا له حق، له رد اللي هو صاحب الارض او اللي هو معاه ملكيه ومعاه شهر عقاري او توكيل شهر عقاري او عقد من شهر عقاري احنا شفناه وهو ظهره في الحلقه السابقه، على ان الارض ديت ملكيته. فبالتالي المزارعين قال لك لا، احنا الموضوع غير كده خالص. احنا هو قال في الحلقه اللي فاتت ان احنا ما فيش اي دعوه قضائيه خالص موجوده ولا في حاجه في القضاء. ففي عام قال لك لا، احنا معانا احكام ومعانا دعاوي موجوده في القضاء ومعانا احكام موجوده بالفعل، فبالتالي احنا معانا ايه ما يثبت بالكلام دوت، عشان ما ينفعش ان هو يتهمنا ان احنا مغتصبين. فبالتالي هو الضيوف اللي موجودين معايا هيتكلموا عن هذه المشكله، ان احنا في الاول وفي الاخر مش عايزين احنا نكون السبب بنقول ان احنا بنوجه اتهام لسين او وجه اتهام لصاد. احنا في الاول وفي الاخر بنبرئ ساحه كل واحد من الطرفين على اساس ان نظهر الحقيقه بين الطرف الاول والطرف الثاني. وبالتالي الطرف الثاني اللي هو اللي معاه العقد المسجل اللي هو المفترض ان هو شاري من صاحب الارض الاصلي، فالمفترض ان هو هيعمل مداخله او ان هو شايف ان هو في متجنى عليه في اوراق اللي هتتقدم، فمن حقه ان هو يرد. خلينا نرحب طيب بضيوفنا اللي شرفونا ونتكلم في هذه المشكله، على الاقل وعسى يمكن نظهر الجديد او نظهر الحقيقه من هذه الاوراق اللي موجوده معانا. نرحب بالحاج ربيع مرتضى عبد الرحمن احد المزارعين في مساحه 53 فدان في محافظة الميناء. أهلا بيك حضرتك ربيع، شرفتنا. أيضا أرحب بشنود عياد عبد المسيح طبعا من أحد المزارعين في محافظة الميناء. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسعادة الباشا، شرفتنا يا فندم. أنا متشرف جدا بمقابلتك. بداية أنا حاج ربيع، إحنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت بخصوص موضوع 53 فدان وإن كانت نقلة الحيازة، والموضوع كان شائك ببعض الكادرات التلفزية دخلت في الموضوع. ففي الأول وفي الآخر الطرف الثاني جه في حلقة سابقه واتكلم ان كل ما هو اتذكر وفي القضاء او في المحاكم او في النيابات تم حفظه بمستندات رسميه في حلقه اللي هي فاتت، وبيقول ما فيش الكلام ده كله. فحضراتكم قلت لنا ان لا، في دعاوي منظوره في القضاء وفي احكام بالفعل موجوده. فحضرتك يعني يا ريت يعني سريعا كده ايه الجديد من خلال هذه المشكله اللي حضرتك قلت لا انا عندي جديد وعاوز اعرضه عشان اظهر ايه الساحه، ان احنا اتهمنا ان احنا مغتصبين الارض واحنا اللي بتدل على ان الناس ديت ملهاش حق. اتفضل يا حاج ربيع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين
باسم صاحب الارض اسمه عادل محمد مصطفى رشدي، باسم المحامي اسمه امين فرغلي امين من المنيا، معمول في 2/12. طب خلينا حاج ربيع نذكر المشاهدين معانا نجيب لقطه سريعه كده من الحلقه اللي فاتت عشان نقول ان المشكله هي اتطرحت وان حضرتك ذكر ما هو ذكر، فهنشوف التقرير ونرجع عشان تعلق عليه وتوضح بشكل واضح بس عشان المشاهد يربط الحادث بس معاه. نطلع طيب تقرير سريعا كده. استاذ عربي العقود اللي منسوبه لموكلاي اللواء ابراهيم بدوي واللواء علي بدوي عقود مسجله من سنه 2015 مدموغة ومختومة بخاتم الشهر العقاري. هذه العقود عقود تمت بناء على توكيلات صحيحة وبناء على تسجيل صحيح. آلة الملكية إلى موكلي الاثنين، ده 13 فدان وده 13 فدان. المساحة اللي احنا بنتكلم عليها في اللي هم بيتكلموا فيه 26 فدان. يعني مش المساحة كلها؟ لا يا فندم، وانا برضو مش فاهم. احنا مش بنوضح. لا في حتة ليه أثيرت 26 فدان ولم تصار 53 فدان في حين ان السيد عادل محمد رشدي باع المساحة باكملها لموكلاي اللي هو ابراهيم واللي هو علي واخرين. فين هم الاخرين؟ ليه اسمهم ما تجابش من ضمن الاسماء؟ وعلي وابراهيم، علي وابراهيم دول معروفين واشخاص معروفة، انت حتى ما قلتش اسمه كامل ليه؟ الشراء تم بعقود سليمة وعقود صحيحة تؤيدها العديد من المستندات. اول مستند ان في مبلغ 3 مليون جنيه اودع من ابراهيم اسماعيل بدوي للسيد عادل محمد رشدي في بنك مصر، وهذه هي قسيمه الايداع. ده استئذان يا فندم من ثمن ال من الثمن. الفكره ان المبلغ ده دخل، هل انا هقعد اعمل ازور توكيل لحساب هذا الحساب لشخص وهمي؟ هم يا فندم مفهمينا ان الدولة اللي بيتكلموا عنها دي دولة الفقاع اللي هي في مركز ابو رقاص هي دولة لها ظروف مختلفة، زي الناس الراجل ميت والراجل مش موجود والورق مش صحيح والارض مش عارف ايه ومن سنة 52. هذه الدولة في مفهومهم هم الدولة اللي بيتكلموا عليها، لكن الدولة اللي احنا نعرفها جمهورية مصر العربية بموجب توكيلات تنتقل الملكية الى المالك، انتقلت بعقود مسجلة اصبحت عنوان للحقيقة واصبحت بمثابة حكم قضائي. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ما يؤيد ذلك الايداع بتلاتة مليون جنيه. انا مش هودع تلاتة مليون جنيه عشان انصب، انا مش هودع تلاتة مليون جنيه عشان ازور. هذا الكلام عاري تماما من الصحة، وان الموكلين اللي هو بيتكلم عنهم دول واخد بال حضرتك اشخاص ليها تاريخ واشخاص في البيع والشراء عموما بمركز قانوني معين. النقطة يعني هو يعني هو تم حضرتك استخراج عقود مسجلة للشهر العقاري هو يا فندم على مساحة 26 فدان، 13 فدان للواء علي بدوي و13 فدان للواء ابراهيم بدوي، وادي العقود المسجله ل 2015. ولا في تسري بعد الوفاه ولا الوفاء كمان مش الوفاه. بالنسبه يا فندم ان عادل ده ما كانش موجود، انا ببين لحضرتك احنا نوصل للحقيقه، وانا مش عشان جاي ادافع عن دول انا بسيب الحق ورايا، احنا نوصل احنا الاثنين للحق. تمام. وانا يعني شاكر لحضرتك فرصه اتاحه الفرصه، لان احنا قلنا ان الكلام ده خطا، حضرتك قلت تعالى قول ان الكلام ده خطا وفرصه الرد موجوده، وده شعور تشكر عليه القناه. الحقيقه يا فندم ان عادل محمد رشدي اللي هم بيقولوا مات، ما هم بيموتوه زي ما هم عايزين ويحيوه زي ما هم عايزين، بيقولوا ان هو مات وبيقولوا ان هم ما شافوهوش، في حين ان هو بايع ليهم، بايع لعياد، ده اللي كان موجود بايع له. البيع ده تم بعاد، ادي العقد اهو موجود من عادل محمد رشدي لواحد اسمه ايمن عزيز. ايمن عزيز ده من ضمن الناس اللي موجوده في نفس البلد ومقيم، 20 قراط. ادي العقد اهو، وادي يا فندم التنازل في الحيازه الزراعيه اهو، يعني ادي في الاول العقد، ده عقد بيع من عادل محمد رشدي لايمن عزيز، والعقد ده بيثبت تنازل من الحيازه
ان المساحة المبيعة اللي هي العشرين قراب استنزلت من الحيازة بتاعت عادل ونزلت في الحيازة بتاعت ايمن عزيز. وادي الحيازة لو تسمح لحضرتك نعرض المستند ده برضو اهو، ده مختوم بختم الجمعية الزراعية، شيء ما فيهوش نقاش، حجة مستند قاطع ما فيهوش ما يحتملش اي شك اهو. ده من عادل لايمن، وعادل موقع كمتنازل وايمن موقع كمتنازل اليه، يعني على قيد الحياه، على قيد الحياه وموجود. وهم يا فندم دول، ده ايمن ده بتاعهم منهم، واخد بال حضرتك، دي نمره واحد ده ايمن. في بعد كده ده محضر في الجمعيه، محضر فحص في الجمعيه الزراعيه، كان من ضمن الشكاوى اللي هم قدموها. المحضر دوت اهو يا فندم، محضر فحص في 22/4/2015 اهو، وتابع الجمعيه الزراعيه، ونزلت لجنه، اللجنه مكونه من 7 اشخاص، مهندس عبد الله ومهندس رشدي ومهندس يسري ويوسف وحسين وعلي وسيد، كل دول رئيس قسم الحيازه بالمديريه، مش الجمعيه الزراعيه، رئيس قسم الخدمات الزراعيه بالاداره، وكيل الحيازه بالاداره، رئيس قطاع بني موسى. طب زي ما حضراتكم شفتوا معانا التقرير، زي ما شفت معانا برضو حاج علي حاج ربيع، ان هذا التقرير بيتكلم على ان هو بيبعد التهم، او بيبعد ان ما تمش بيع زي ما حضرتك بتقول خطأ. لا بالخطأ طبعا، زي ما حضرتك سمعت، فعايزين رد يعني على لا بالخطأ الوضع ده او الكلام بتاع الدكتور علي. بص يا فندم، يا ريت بس يكون الجديد، يعني احنا طبعا احنا هنتكلم في الجديد، في الحلقه السابقه هنتكلم في الجديد، هنتكلم في الجديد. طبعا علي طلع نفى كل الكلام ده، هنتكلم اضافه الجديده بقى اللي هو اضافه، عايزين الرد بتاعها عشان بس تعرف وقت الحلقه. هنتكلم في الجديد. في توكيل باسم عادل محمد، ده صاحب الارض الاساسي اسمه عادل محمد مصطفى رشدي، مش اسمه عادل محمد رشدي، وده توكيل معمول عامله عادل محمد مصطفى رشدي لأمين فرغة، لأمين المحامي بالمنيا، في 12/1/2015. هما وعامل محضر رسمي رقم 347 في مركز أبو قرقاص، رقم المحضر 347 لسنة 2015 إداري مركز أبو قرقاص، إن موكله عنده 59 فدان، موكله 59 فدان، ده المحضر رسمي عنده 59 فدان، وفي جماعة قاموا حطوا مباني وحطوا أرض وحطوا مواد بناء على أرض على مساحة 3 فدن منها، واخد بالك. الكلام ده كان يوم 13/1، كان يوم 13/1 العد 13/1 سنة كام؟ 13/1/2015. العقد المقدم للجمعية في الأول خالص كان يوم 1/11/2014 ب 53 فدان، بعد كده في نفس التاريخ عملوا عقد ب 26 فدان. هل إن الأستاذ عادل لو باع ال 53 فدان أو باع ال 26 فدان في شهر 11/2014 يبعت موكله يعمل محضر ب 59 فدان، يبقى هو البيع اساسا كان خطا. دي واحده. العقود المسجله يا فندم اللي بتكلم عنها دي عقود مسجله بايعين لبعض. يعني بس عشان اتفضل بالراحه كده، اتفضل. احنا بنقول ان صاحب الارض نفسها اسمه عادل محمد مصطفى رشدي، اللي هو الاستاذ عادل، ايوه محمد مصطفى، ده كان عامل توكيل لمحامي في 12/1/2015. ده الموكل المحامي دوت راح للاسم، عمل محضر، عمل محضر ان هو موكله عنده في 13/1 عنده مساحه كذا كذا، ده 59 فدان، وتعالى تعدي او ايوه، وتم تعدي على 3 فدادين منها، واخد بالك، بالبناء وما ادراك لمين؟ لوليد وعليوه وحسين رمضان وفضل وهادي وشادي. ده في 2015، ده في 2015 مع العلم، مع العلم ان 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 البيع تم في 2014. البيع العقود الاولانيه اللي قدموها في القضايا وقدموها في الجمعيه اول حاجه في 2014. تمام. 2014، وبعدين ده العقد الاولاني، العقد الاولاني 53 فدان. جبنا حكم من المحكمه من الشهر العقاري
اتفضل اهو، انه عم يقول لك التوكيل اللي ماضي بيه الاستاذ عادل محمد رشدي، هو ما فيش عادل محمد رشدي اساسا في الحقيقه، في البطاقه، في المؤهل، في التليفون الارضي، عادل محمد مصطفى رشدي. اه بس فهم جابوا عقد ب 53 فدان، لما لقوا ده بطل بالجواب اللي جبناه من الشهر العقاري، واخد بالك، راحوا عاملين عقد ب 26 فدان لابراهيم اسماعيل محمد بدوي وعالي فهد. يعني البيع كان الاول على المساحه كلها، البيع الاول كان على المساحه كلها لاربع اشخاص، اربع اشخاص، ابراهيم اسماعيل محمد بدوي، علي فهم اسماعيل محمد بلو، محمد سلام عبد الظاهر، بشير عبد العزيز صالح حريدي، كل واحد بمساحه. المساحه دي اتقسمت ما نصين؟ لا، هو بص، بشير كان واخد 13، يعني هم 27 فدان وهم 26 فدان، يعني في التكسيبه. العقد الاولاني ده ابو 53، لما فندوه الاول ب 53، لما حطوه في حواط حطوه ب 43، لما حطوه على الاسماء حطوه ب 53، بعد كده ده بطل ان التوكيل بتاعه باظ. جابوا العقد ده اللي هم ابتدوا فيه استاذ ابراهيم بيه وعلي بيه ابو 26. انا عايزك تلف العقد وانت بتتكلم كده للكاميرا، اهو الكاميرا دي، ايوه اهو، ده مقدم في الجمعيه وفي المحكمه، تمام، وده مقدم في الجمعيه وفي المحكمه، وده سجلوا بيه لبعضيهم بالتوكيلات الباطله والمزوره، بالتوكيلات الباطله والمزوره. في واحد عنده عاقل يعمل خمس توكيلات بالبيع للنفس وللغير. طب ما انت تبيع لي وانا بيع لك، وده يبيع لحاج شنوده، والدنيا تخبط في بعضيها، وده يقتل ده، وده يقتل ده، وده يقتل ده، يبقى ده اساسا يا مريض عقليا يا ما عملش توكيلات، يا مريض عقليا يا ما عملش توكيلات. هم راحوا الشهر العقاري، راحوا ماضيين لبعض، وفي قرارات يا فندم من علي بيه، واخد بالك، وبعدين يعني اقرارات على ظهر العقود ان هم الكلام ده سليم ومش عارف ايه ومدرك لبعض. بص اهو، بص يا فندم، بص هنا مكتوب عادل محمد، بص بعت السيد عادل محمد رشدي، واخد بالك، وكيلا عنه ابراهيم اسماعيل محمد بدوي. فين بيانات عادل محمد رشدي؟ مش موجوده. وكيلا عنه بالتوكيل المزور ده هو البيع اللي هو ايوه يا فندم، هم بايعين لبعض في الشهر العقاري ومسجلين وعاملين، والكلام ده مش مشهر بس مش مسجل. العقد اللي هو النقل للملكيه عقد اسمه صحه ونفاذ، واخد حكم محكمه صحه ونفاذ، ده ينقل الحيازه، لكن عقد مش صحه ونفاذ، ده مشهر بس يا فندم. شهر عقاري مشهر، ايوه مشهر عقاري. طب ما شهر عقاري برضه يا فندم، ما هو بايعين وشارين لبعض بالتوكيلات. ده علي بيه وابراهيم بيه، ابراهيم بيه ليه توكيلين، وعلي بيه ليه توكيلين، ايه، وبعدين في توكيل ثالث طلع لابراهيم بيه اللي هو 22 33، وده حاطه هنا في العقد اهو. وبعدين هم لما عينوا المساحه دي المعاينه النافيه للجهاله، ما سلمهمش ليه البايع المالك، ما جابوش ليه المالك سلمهم الارض. طب خليني ارجع لحضرتك تاني، بس هتكلم مع شنوده الثانيه بخصوص اللي كان بيقول الدكتور علي ان انت حضرتك شاري 20 قراط. انا اشرف بسعادتك واشرف بسعاده الساده المسؤولين واشرف برجال القناه، واقول لسعادتك يا باشا انا راجل المساحه اللي عندي اها 6 جراريط من اسم فرح جد الله جريس، حوض الشركه البحري، وادي بيان الحيازه يا باشا، يا باشا من الجمعيه. هي الارض دي بتاع ولاد بدوي ومش تبع بتاع ولاد بدوي بتاع عادل وعمر، مش تبع الفجاعي، مش تبع جمعيه الفجاعي. فين طيب جمعيه الفجاعي؟ ما عطتنيش ليه حيازه بالعشرين جراد دي؟ انا اشتريت ماشي، ورحت عملت بيان حيازه عند سيادتك، وانت راجل مدير جمعيه تكتب ال6 جراريط بس اللي انا مشتريها، ولا تكتب ال20 جراط اللي انا مشتريها من عادل وعمر ومشتري ال6 جراريط دي؟ ماشي، هو طلع شهاده برضه بيقول
ان 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 هو تم التنازل لعياد 20 قراط. مش انا يا باشا. لا مش انا. مش انا يا باشا اللي خدتها. ال 20 قراط دي واخدها عياد عبد المسيح منصور. انا اسمي شنوده عياد عبد المسيح. ما هو يعني مش والدك ده؟ نعم. عياد؟ لا يا باشا والدي متوفي من 96. والدي متوفي من 96 يا باشا. وممكن سعادتك واخد بالك هجيب لك. طب وعياد ده مش موجود هناك؟ عياد موجود. ايوه موجود لسه ما ماتش. بناء على الكلام اللي بيقولوه ان العقود اللي عرضوها وهنا في المذكره دي واللي عرضوها في المذكره دي العقود دي كلها ما مضاش عليها الاستاذ عادل محمد ولا جه الجمعيه. كل الحيازات منقوله غيابيا من مدير الجمعيه ومن لجنه الحيازه بمعرفه محمد علي محمد الصراف. محمد علي محمد حماد الصراف بيجي ياخدوا الفلوس من الناس او يبدل لهم من حوض لحوض من حوض بعيد. هم يقول لهم خدوا في الحوض القريب وبيغفل الفلاحين وياخد منهم في اللي خد منه فلوس واللي ما خدش منه فلوس. طب بعد الدكتور كده الدكتور علي حضرتك في الحلقه اللي فاتت قال ان ما فيش دعاوى قضائيه ولا في النيابه ولا في لا احنا معانا فبالتالي ما فيش اي اجراء قانوني. احنا جايبين شهادات من الجدول حديثه ادي 3 ايام ان في قضيه 171 واخد بالك من القضيه 171 دي موجوده. انا عايز بس حضرتك يعني ايه خبر يعني احنا حضرتك دي شهاده دي شهاده منين؟ دي شهاده من الجدول من المحكمه بقضية معينة ولا؟ ايوه 171 اللي منع تعرض. حتى الاستاذ عادل محمد رشدي فيها اللي هو تعرض عادل على محمد مصطفى رشدي فيها ولا على الاشخاص دي؟ لا ده هو دي منع تعرض للناس كلها على الارض وهي حاليا في الخبرة وفي الفحص والتوكيلات هتتفحص وكله هيتفحص. شهادة استاذ احمد ايه؟ ماشي دي من شهادة بالجدول المحكمة اللي بيقول ان الارض ديت طبعا بيتكلم على ان الارض ديت عليها الفلاحين او المزارعين ففي شهاده او حكم واخدينه والشهاده دي جايبينها من الجدول بيقول ان ممنوع التعرض عليهم لحين فصل في القضاء. صح كده يا ماشي يا فندم. ايوه ومعانا برضو تاني شهاده تاني في القضيه رقم 228 اللي هم بتاع الحيازه ومنع بتاع اللي هي محو وشطب المكلفه محو وشطب المكلفه واتحولت امبارح بس للخبراء. ده مين اللي رفعها دي؟ احنا اللي رافعينها. اه عليهم هم. اه 228 احنا اللي رافعينها. هم رفعوا علينا قضيه اللي هي رقم 2 طرد مجمع محمد صبر سلامه وبشير عبد العزيز وخدنا فيها حكم يا فندم اهو واخد بالك؟ بالغاء الدعوه راحوا استأنفوها تاني ماشي بس خدنا حكم. وفي القضية رقم 2 برضو دي برضو في الخبرة. برضو احنا معانا 4 شهادات من الجدول واخد بال حضرتك منظورة في القضاء في ايه تاني يا فندم؟ بعد كده في ان هم رفعوا علينا برضو اختلسوا ايصالات امانة ورفعوا علينا ومعانا احكام لينا براءة وضدهم بالحبس ومش قادرين ننفذ الحبس يا فندم عشان هم سيادتهم لقاءات شرطه مش عارفين ننفذ الحبس. يعني هم رفعوا عليكم قواضي بصيرات امانه. ايوه احنا طلعنا براءه يا فندم بناء عليها خدتوا براءه. خدنا براءات كله فانتوا عشان يجبرونا على سيبان الارض طبعا على ترك الارض. لسه يا فندم احنا رافعين قضايا وفي قضيه تعويض باسم واحد اسمه محمد ابراهيم محمد حسن لسه ما استفناه وداخل فيها موضوع الارض برضه واخد بالك؟ دول الثلاثه دول تبع علي بيه وابراهيم بيه مش قادرين ننفذ عليهم الاحكام من 2017 واعلنا الجهات القانونيه ما رضوش يستلموا الاعلان. مركز الشرطه ما رضوش يستلم الاعلان. مديريه الامن ما رضوش تستلم الاعلان. واعلان عن طريق محضر ما رضوش يستلموه. رفضت الجهات القانونيه تستلم عشان تنفذ على الناس دول صحبات نفوس. احنا معانا برضو كده عم اقول لك انت غاصب انت مش عارف. انا معانا لمؤاخذه قرار تمكين من السيد المحامي العام
بوضع بمنع تعرضهم تعرضنا على الارض. الشهاده دي مش الشهاده دي؟ لا يا فندم دي غير الشهاده دي. احنا معانا قرار معانا رفعوا قضيه برضو قضيه طرد على 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 وليد محمود وعلى احمد طلعت مرتضي وخدنا فيها براءه برضو وبرضه جبنا شهاده من الجدول بعدم الحصول على الاستئناف. ده برضه طرد. واخد بالك؟ وبعدين خدنا برضه الحكم ده اللي هو حضرتك منع تعرض اهو. ادي القضيه دي بلزمهم بالدعان بالمصاريف اللي هي لما بقول لك اللي استأنفوها. حكم برضه ايه؟ برفض الدعوه. والاستاذ علي حضرتك المحامي خلينا نتكلم عم يجرى لي حكم تمهيدي بعد اذن حضرتك يعني عم يجرى لي حكم تمهيدي على ان هو حكم نهائي اللي جراه وخلت من لا القضايا دي كلها لسه في المحكمه ومعانا يعني تم معادتها تاني في الدرجات التقاضي. ايوه يا فندم واخد بالك لسه ما حكمش فيها القضاء عطى حكم تمهيدي الورق ناقص كذا وكذا وكذا جهزنا الورق وديناه المحكمه وهي حاليا في الخبره ماشي ومعانا حكم بقرار التمكين بتاييده تاييد قرار التمكين يا فندم احنا مش غاصبين ولا مستاجرين احنا ملاك للمده الطويله المكسبه للملكيه ملاك ايوه وضحها دي كويس قوي للمده الطويله المكسبه للملكيه تاني لا غاصبين بتتكلم باي صفه ولا احنا لصوص ولا احنا بنسرق ولا ولا عوز ولا غير عوز يا فندم يغلط فينا الاستاذ علي ويقول دول ده انت مش عارف عشان تربي اولادك تسرق لهم ربيهم من حلال ده كلام ينفع من استاذ محامي ما ينفعش طبعا ماشي ما هو بيتكلم على ايه لا يا فندم بيتكلم على ايه بيقول لك احنا اشترينا وسجلنا شهر لا يا فندم لما يشتري في حد اسمه معاين لمؤاخذه الارض المعينه النافيه للجهاله عاين الارض النافيه للجهاله يشوف مين اللي عليها احنا عليها يا اخوانا نشتري في شرع وفي عرف في عرف وفي شرع العرف انا انت هتشتري بزرعه دي لا هشتريها طب خلاص ما بشتريهاش يعني طب في شرع الشفعه احنا على الارض نشتري فين الملك الاساسي مش عارفينه فين هو مش عارفينه احنا لا موتناه ولا حيناه ده هم اللي موتوه في الدعوه 228 وكان دخل فيها انضمامي علي بيه وابراهيم بيه واخد بالك وتركوا الخصومه لما انسحبوا هم وحيازت لهم وزاره الزراعه تركوا الخصومه بس المحامين بتاع بشير ومحمد صابر سلامه قدموا شهاده وفاء وقدموا اعلام شرعي احنا ما عرفناش الا في المحكمه الكلام ده واحنا لا شفنا ولا نضرنا ولا عارفينه حي هو الاستاذ علي يقول حي اتفضل يجي هو عم يقول الاستاذ علي عم يقول ان هو الاستاذ علي الحي يتفضل يجيبه انا مش عارفه راح فين الاستاذ علي ده الاستاذ عادل خلي بالك انت اتكلمت في حته ان احنا بنقول البيع تم في 2014 وصاحب الارض موكل المحامي في 2015 طب ما هو كان في عاش في 2015 طب ازاي يعني لما هو كان عايش هو هنا عايش هو بقى كان عايش بس احنا ما شفناش يعني اقصد احنا ما شفناش يعني اقصد هو على كده الحقيقه لا كان عايش ما هو لو عمل له تنفيذ كان عايش هل هو في الفتره دي توفى في 11/10 ده على كلامهم هم توفى في 11/10/2016 وبعد كده الحيازه اتنقلت في 16/11/2016 بعد ما توفى بشهر وخمس ايام. برضه ده مخالف للقانون ومخالف وزاره الزراعه. مخالف للقانون. ما هو نقل في ارض نقل على هو نقل على حكمك على كلامه هو لا يا فندم بايه؟ بان هو معاه عقد شرع قانوني يا فندم عقد لا ده مش عقد ده عقد مسجل مشهر. مش مسجل مسجل ده اسمه صحة ونفاذ ياخد حكم محكمة حكمت المحكمة بكذا كذا وينقل المكلفة وبتحديد مساحي مفيش تحديد مساحي مفيش قطعة محددة بالأربع حدود مشاع واخد بالك
كلام ماليش اصل اساسا. يعني عشان اشتري انا اشتري بشاع؟ ومين اللي باع لي؟ فين هو؟ احنا ما شفناش من 52 واحنا مصرين برضه ما شفناش. ما ظهرش. مات ما شفناش، عايش ما شفناش. احنا الورق اللي عم يتكلم عادل محمد مصطفى رشدي، هو كان اسمه عادل محمد مصطفى رشدي، اخوه برضه معايا شهاده وفاء ومعايا شهاده ميلاد ليه، عمرو محمد مصطفى رشدي، وشهاده الوفاء ميت عمرو محمد مصطفى رشدي. سنه كام بقى؟ قبله ولا بعده؟ طب ثواني يا فندم. لا ده قبله في 28/11، المتوفي 28/11/2014 تقريبا. 2014 متوفي في 28/11/2014. ده بناء على شهادات الوفاة. بعد كده هم راحوا ضاربين بنت اسمها سارة عشان تورث عمرو. سارة عمرو محمد رشدي. طب امال عمرو محمد مصطفى رشدي كان في شهادة الميلاد عمرو محمد مصطفى رشدي، وكان في الوفاة عمرو محمد مصطفى رشدي، وفي بيان الاحوال المدنيه عمرو محمد مصطفى رشدي، ومتزوج من السيده سناء محمد مصطفى. هم جايبين لي حصاره امها اسمها فرنسواز رشدي وفرنسيه ومش عارف ايه. فين هي؟ فين المستندات اللي خرجت بها خارج البلاد والمستندات اللي جت بيها دخلت بها البلاد؟ انا عايز اشوف المستندات دي، عايز اشوف الجوازات دي، انا عايز اشوفها، عايز اشوف الشخصه نفسها. وبعدين في الحوالي هل ده غير من الموضوع؟ بقول لك ليس له اولاد. بص حتى في شهاده اللي مؤاخذه معايا عيال وراثه تقصد، ليس له اولاد، يعني متزوج من السيده وليس له اولاد، والثاني متزوج من السيده انجل وليس له اولاد. فبالتالي هنا مفيش ورثه. ما ان كان في ورثه تتنقل في يمكن مرات عادل عاش الله تتنقل للورثه عشان يطالبوا بحقوقهم زي ما حضرتك بتتكلم كده. ماشي يا فندم. لان هو بيتكلم بيقول لحضرتك باي صفه؟ فانت بتتكلم بصفه بالشفعه، بتتكلم بصفه ان انت بقالك عشرات السنين انا على الارض، عشرات السنين وبالشفعه موجود على الارض، فبتدور على صاحبها عشان تشتريها لو هو عايز يبيعها فعلا. وبالعرف انا لما اخد حاجه القلم اللي في ايدك ده اقول لك بعد اذنك. حلو قوي. لكن اشتريه من وهو في ايدك ينفع؟ لا طب ينفع؟ لو ينفع ماشي. العقود دي المشهره ودوها وزاره الزراعه، بس هي خاطئه ان بايعين لبعض. وبعدين هم يقول لك مساحه 13 فدان و13 فدان. لا يا فندم، ده عقد ب 10 فدن وعقد ب 15 فدان و 18 جراط. ده غير ده، مفيش 13 فدان و13 فدان. نقلوا المكلفه ب 59 فدان اللي هم يقول عليه ايه؟ لا مؤاخذه 59 فدان للاستاذ عادل نقلوا مكلفه. طب ازاي شارين 53 فدان وازاي ناقلين مكلفه 59 فدان؟ هم بيخبطوا مع بعض، المشترين نفسهم بيخبطوا مع بعض يا فندم. ازاي الحيازه دي تتنقل وازاي الحيازه دي ما تتنقلش؟ ازاي يعني الوقت حاليا مش عارفين نصرف السماد؟ وبعدين بيقول لك ايه الاستاذ علي؟ ان السماد هم عايزين ياخدوا السماد عشان يبيعوه. ما احنا اللي زارعين الارض، نبيعه ليه؟ ما احنا اللي حاطين ايدينا على الارض وزارعينها، نبيعه ليه؟ ده هو اللي عايز ياخد السماد ويبيعه، عايز يستحوذ على الحق مش حقه. بحكم طبعا الورق اللي احنا شفناه ان مفيش صدر بيها احكام قضائيه نهائيه، فبالتالي هو بيتكلم بحكم ان دي ارضه، بحكم طبعا الشهر العقاري زي ما حضرتك قلت. دي نقطه. دي النقطه الثانيه، احنا بنقول ان الدكتور علي بيقول ان الارض ديت احنا اشتريناها من الشخص من فلان وراحت نازل على الحيازه فندم في الجمعيه، بدليل ان هو راح نازل لعياد لشنو على 20 على 20 قراط. لا يا فندم، ما ده كل فاللي باع له هنا باع هنا نفعت الباشا. اذا الراجل ازاي بقى بكله ميت وهو حياه قطع حياه؟ 6 فدادين وثمان جراريط نقل الحيازه غيابيا، تدليس من محمد علي حماد الله يرحمه، واخد بالك، وخد ارض بتاع ناس باعها الناس من بني خيار واعطاهم نقلهم هنا. واستنى يا فندم اجيب لك العقد من الاستاذ عادل، استنى مش عارف ايه، اصبر شويه، وفي الاخر يجيب له عقد مكتوب عليه. احنا عندنا بتاع ست سبع ثمان جراريط مكتوبين، مكتوب عليه محمد رشدي، ومضى عليها محمد علي حماد شاهد، ومضى عليها واحد اسمه لطيف صراف برضه، واخد بالك، شاهد. طب انا يجيبوا لي العقد ده
خلي واحد يروح بيه الجمعية ويحايز، كله باطل يا فندم، كله باطل. حتى العقود اللي مع الناس اللي اشترى جراتين مباني، اللي اشترى جرات مباني، اشترى ثلاثة مباني، عقود باطلة يا فندم. ونقل الحيازات غيابيا كله. بص يا فندم، لجنة الحيازة اما تقول اهو اقرا لك القرار. ولا الحيازه دي اتعملت لجنه ومشكلة؟ لا يا فندم مفيش لجان، ده وزاره الزراعه ده فتوى تشريعيه مع يا فندم. مفيش فتوى؟ لا يا فندم الفتوى دي مش ملزم، الفتوى دي تاخد حق حضرتك. اصل دي فتوى تشريعيه خاصه بوزاره الزراعه. الفتوى على املاك الدوله، الفتوى على الاصلاح الزراعي، عشان دي املاك دوله كله، الفتوى على الارض المستصلحه، الفتوى على ارض الجبال، لكن فتوى على ارض حضرتك؟ لا، هي الفتوى في ايه يا فندم؟ عشان بس ده ثواني بس فضل. الفتوى على ان 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 الاجراءات الصحيحه او الاجراءات القانونيه اللي هتتم على نقل الحيازه، اذا كانت بقى في الاصلاح الزراعي، اذا كان املاك دوله، اذا كان اهالي، ده قانون او قوانين غير صحيحه. وهو لو صحيحه كان وضع يده على الارض وجيه استلم ارضه وكان جاب المالك، انا لو اشتريته من واحد جراط واحد هموت عشان اخد الجراط، مش هسيبه، هموته. لكن عشان خاطر الجهات الامنيه طبعا امتنعت على ان يتم تنفيذ، لان طبعا الموضوع كان في اسر. طب خليني اخد مداخله سريعه حاج ربيع. معايا الدكتور علي يسري، محامي للطرف الاخر عن منازع على الارض. اهلا بيك يا دكتور علي. يا اهلا وسهلا مصطفى بيه. انا في الاول يا فندم برحب بحضرتك وبرحب باسره البرنامج العظيم دوت، وبرحب كمان بضيوفك يا فندم. بيحيوا حضرتك يا فندم، بيحيوا حضرتك يا دكتور. طبعا حضرتك سمعت يعني معانا ان الاوراق اللي اتعرضت على الشاشه، ان احنا في احكام بتداوله في الفعل وفي احكام خدوها بالفعل في القضاء، فبالتالي عايزين بس رد حضرتك على النقطه دي الاوليه. طيب يا فندم، اولا ايه الاحكام اللي هم خدوها عشان انا ابقى عارف بس؟ الحاج ربيع هيتكلم مع حضرتك بس. بص يا فندم، اول حكم، اول حكم، اول حاجه ان احنا معانا قرار تمكين من السيد المستشار المحامي العام لنيابات جنوب المنيا الكليه، تظلمت عليه بالمحكمه، قال لك بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المتظلم منه والزام المتظلم المصاريف ومبلغ 75 جنيها مقابل اتعاب المحاميه. دي اول حاجه. نعم تمام، دي اول حاجه. تمام انا معاك. ايه تاني؟ تمام يا فندم، معانا حكم عاملينه ابراهيم بيه وعلي بيه باسم احمد طلعت مرتضي ووليد محمود عبد الحكم، واخد بالك؟ وجبنا معاد مستلم. ايه الحكم اللي معاك؟ سقوط حق المدعيين، ده حكم طرد بسقوط حق المدعيين في التمسك بالحكم التمهيدي الصادر بجلسه 26/1/2017 بتعيين خبير في الدعوه. ثانيا برفض الدعوه بحالتها والزمت المدعيين بالمصاريف ومبلغ 75 جنيه مقابل اتعاب المحاميه. كلام جميل. ايه تاني خدته يا حاج؟ ماشي يا فندم. ما هو انت حضرتك بس سجل يا فندم عشان تعرف ترد حضرتك. هو هيمليك وانت عليك الحق الرد طبعا. ماشي تمام يا باشا. استمع بس حضرتك بالارقام قلت معايا والاماكن المحطوط فيها فين الاواضي دي. قلت معانا حكم يا مصطفى بيه. يا مصطفى بيه ايوه معاك. عشان يبقى كلامنا بس ليه ثمره، احنا اذا كنا عايزين نوصل للحق هنوصل ليه في كلمتين، واخد بال حضرتك؟ عايزين نقفر بعض مش هينفع. احنا دلوقتي انت حضرتك بتقول ان الاستاذ ربيع تمام خد احكام، قال لي هو على حكمين تمام. ايوه يا فندم خدت احكام تاني يا حاج ربيع. باقي الاحكام في القضاء واحنا تمام. يعني انت ما خدتش غير الحكمين دول يا فندم؟ ده هيقول لي حضرتك يا فندم. انت بتقول لي انت غاصب يا استاذ علي، بتقول لي انت غاصب او مستاجر او لص. يا دكتور علي ممكن حضرتك ثواني يا حاج ربيع بعد اذنك. انا راجل خدمت حاج ربيع بعد ثواني بعد اذنك. يا دكتور، يا دكتور علي حضرتك الحاج ربيع هيبان لي حضرتك وانت معايا على الهوا الاحكام اللي حضرتك تمام. انا كتبت وحضرتك مشكورا هترد عليها. هل فعلا انا 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 مصطفى بيه تمام حضرتك؟ ايوه سامعك يا دكتور. أنا, انا 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 كتبت يا فندم اول حاجه وثاني حاجه. ايه تالت حاجه؟ هيمل حضرتك. وعندنا يا فندم اخذنا وشكتونا بقضايا طرد، واخد بال حضرتك؟ بقضايا بتاع ده صلاه امانه عشان تطردونا من الارض،
واخدين كل خدت احكام علينا يا حاج ربيع، واخدنا احكام عليك يا فندم. انا ما اعرفش حاجه عن ايصالات الامان يا فندم. ما تعرفش حاجه ازاي ما كله مرتبط؟ ادي محمد ابراهيم محمد حسن اللي تبع. انت بتقول ان انت خدت احكام علينا يا فندم. الاحكام اللي انت خدتها علينا في موضوع الارض، موضوع الاحكام اللي انت خدتها علينا في موضوع يا فندم. خدنا المشاهد ما يلتبس يا فندم. ده مش احكام. تمام، ايه الاحكام اللي انت خدتها؟ الباقي في الباقي في الخبره يا فندم. لما تحكم القضاء واحنا راضيين بحكم القضاء. انا كتبت وراك اثنين، القضاء نزيه وعادل. القضاء هو هي هيرد في حاجه غير القضيتين انت مليتهم؟ لا ما فيش تاني. خلاص ادينا بقى رد على رد بقى رد بقى اتفضل يا دكتور. اه يبقى سيبنا نرد. اتفضل اتفضل مصطفى بيه حضرتك. اول حاجه يا فندم بيقولها الحاج ربيع انه خد اول حكم وهو قرار التمكين. تمام تمام. قرار التمكين يا فندم ليس حكما قضائيا، انما قرار التمكين اللي هو خده ده قرار صحيح واحنا معترفين به، ولكنه ليس حكم. قرار التمكين يعني ان الحائز يستمر في حيازته. تمام يا فندم. من حيث القانون يبقى انا مش غاصب يا فندم. يا استاذنك حاج ربيع. الدكتور علي رد. انت عايزني اتكلم؟ لا 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 رد يا دكتور علي على النقطتين اللي هو من لما حضرتك. انا برد معلش بعد اذن حضرتك، ما حدش يقاطعني. طيب اتفضل اتفضل يا دكتور. اه انا سايبك تكلم من اول حلقه ما قاطعتكش، فانت سيبني ارد. اول حاجه انا معترف بقرار التمكين اللي انت خدته. تمام. قرار التمكين ليس حكما قضائيا في الدعوه، انما قرار التمكين يعني ان الحائز يستمر في حيازته. الحيازه انا مش مختلف معاه فيها يا فندم، انا بقول ان هو موجود على الارض وبتكلم في صفته القانونيه اللي هو حائز بيها. هذا القرار الذي صدر من النيابه العامه هو قرار بالتمكين لاستمرار حيازته لانه حائز. كون ان هو حائز انا مش مختلف معاه ان هو حائز، هو اللي موجود على الارض، ده معنى قرار التمكين. تمام. فقرار التمكين ليس حكما قضائيا، دي نمره واحد. نمره اثنين بيقول في حكم احنا كنا رافعين دعوه بالطرد، ثم صدر في هذه الدعوه حكم بسقوط الحكم التمهيدي ورفض الدعوه بحالتها. هذا الكلام معناه قانونا، قانونا لا يختلف عليه اثنان. هذه الدعوة التي رفعت سقوط الحكم التمهيدي يعني ايه؟ يعني الدعوة احيلت للخبير، والخبير اللي احيلت اليه الدعوة لم يقم بالمعاينة على الطبيعة ولم يستكمل مأموريته، فرفع التقرير للمحكمة بأن هذه المأمورية لم تستكمل أركانها، فتصدر المحكمة قرار منها برفض الدعوة بحالتها. كلمة بحالتها عندنا في القانون يعني أن الخبير لم يستكمل مأموريته، وبالتالي هذا الحكم ليس حكما قاطعا في الدعوة، إنما هو قرار كان السبب في عدم معاينة الخبير للدعوة. الكلام اللي أنا بقوله ده مش كلامي، الكلام اللي أنا بقوله ده مش جايبه من عندي، الكلام اللي أنا بقوله دي وقائع قانونية يفهمها اي حد بتاع قانون. لا يوجد، انا قلت في الحلقه كده، لا يوجد حكم نهائي واحد صدر ضدنا بخصوص العقد المسجل لهذه الارض. العقد المسجل لهذه الارض تم تسجيله في الشهر العقاري، هذا المستند مستند رسمي لا يجحد ولا يطعن عليه الا بطريق النيابه العامه بموجب صدور حكم نهائي يثبت أن هذا العقد مزور، ويثبت بأن هذا العقد باطل حتى لو حكم بموجب دعوة جنائية في موجب جناية، وحكم المتهم المتسبب في التزوير إذا كان الموظف محرر هذا العقد، أو كان الطالب اللي صدر لي التسجيل اللي هو إبراهيم بدوي وعلي بدوي، لو صدر حكم على الاثنين هذا العقد ما زال سارياً حتى ترفع دعوة بموجب حكم جنائي، دعوة تسمى دعوة إبطال التصرف أو إبطال العقد. بموجب هذه الدعوة يحكم بحكم نهائي بات مستنفذ لكل دوره في القانون وكل مراحله، يصدر بأن هذا العقد باطل بموجب دعوة. تمام يا دكتور علي. ده القانون اللي أنا أعرفه. تمام يا دكتور علي، تمام كده وضحت حضرتك النقط. ثواني بس يا مصطفى بيه، ده يا فندم اللي أنا بقوله ده القانون اللي أنا أعرفه.
ده القانون اللي هتروح لكاتب المحكمة هيقول لك ماشي، هتروح للقاضي يقول لك ماشي، تروح لكل محاكم مصر يقول لك ماشي، تحتكم للقانون في أي منازعة يقول لك ماشي. واخد بال حضرتك؟ ده اللي أنا قلته في الحلقة، أنا بقول مفيش حكم نهائي ودي حقيقة. واخد بال حضرتك؟ هو قال في حاجتين أنا اعترفت بواحدة فيهم. خليك معاها دكتور علي بس الحاج ربيع يتكلم بس في نقط يوضحها. اتفضل يا دكتور. اتفضل يا حاج علي. انتوا ما امتثلتوش يا فندم امام الخبير، روح مرتين وطلبكوا انتوا ما رحتوش. هو ده اللي انا قلته. حلو جميل. هو ده اللي انا قلته، قلت ان ماموريه الخبير ما اكتملتش يا فندم. وضحها. طيب هيوضح. ما اكتملتش. طب يا دكتور علي استنى ثواني، سبتك اتكلمت براحتك. ما اكتملتش ليه يا فندم؟ عشان انتوا على غير صحيح. ماشي؟ بالنسبه هذا الكلام، هذا الكلام لا اقبله. انت انا قلت كلمتين، قلت المأمورية بتاعت الخبير ما اكتملتش، انت اكدت كلامي. يا فندم ما ينفعش تفضي الكلام يا حاج ربيع. يا حاج ربيع احنا في الاول في الاخر هو وضح. مش صحيح. احنا هو الدكتور علي وضح. معاك حكم محكمة يقول ان التصرف غير صحيح. كلمة واحدة، معاك حكم محكمة يقول ان التصرف ده غير صحيح. حكم محكمة ومستشارين وناس بالعدل. ايه هو الحكم اللي بيقول ان التصرف غير صحيح؟ هو اللي خده اللي خده مش حكم مؤاخذة، اللي خده مش سيادة المستشار، احنا مستشارين واحنا راضيين بحكم القضاء. ايه الحكم اللي خده؟ اللي هو ده يا فندم، اللي هو ده يا فندم. رفض الدعوة، يعني يقصد رفض الدعوة. الدعوة يا فندم، ما انا قلت لحضرتك رفض الدعوة. هل حضرتك عملت اعادة رد الدعوة تاني؟ ارفعها. لا يا فندم، فصل. بص يا فندم، رفض تاني اهو، تاني وثالث ورابع. واسأل حضرتك يا مصطفى بيه، موجود كل يوم مع كل القيادات وموجود مع كل رجالات الدولة ورجالات القانون. اسأل، رفض الدعوة بحالتها يعني ايه؟ يعني لم يتم الفصل في الموضوع. لا فصل ده تم. ما اقصدش يعني هل تم شهاده من الجدول بعدم الحصول على الاستئناف؟ احنا معانا شهاده من الجدول بعدم الحصول على الاستئناف يا فندم، عشان عدى عليها 60 يوم مده قانونيه. كلمه واحده في حالتها، يعني عدم فصل في الدعوه ده قانون. ماشي يا فندم. طب ما استئنفتش ليه انت في الستين يوم؟ ما عادش حكم. وبعدين يا مصطفى في حته تاني انا عايز اقولها حضرتك. الدعوة اللي احنا بنتكلم بخصوصها برضه عشان تبقى حضرتك فاهم، دي دعوة طرد مالهاش علاقة اصلا بموضوع العقد. تمام يا فندم. العقد احنا بنقول ثواني بس، واحدة واحدة. انت خدت فرصة اتكلم، سيبنا نوضح. الدعوة اللي احنا بنتكلم عنها احنا اللي رافعينها، ودي دعوة من ضمن دعاوى كتيرة مرفوعة. واخد بال حضرتك؟ دعوة من ضمن الدعاوى لم تكتمل مأمورية الخبير، رفعنا واحدة بدالها. واخد بال حضرتك؟ ولسه لغايه النهارده ما وصلناش لنهائيه الحكم. هل من حقك يا دكتور علي، يا دكتور علي، هل من حقك ان انت ترفع دعوى اخرى غير اللي اترفضت؟ تاني وثالث ورابع ما اتفصلش في موضوعها. طالما اترفضت بحالتها، طالما اترفضت بحالتها، من حق ان انا ارفعها تاني. واخد بال حضرتك؟ ليه؟ لان ما اتفصلش في موضوعها، ما اتفصلش في موضوعها. ده اجراء شكلي، زي ما يكون مثلا حضرتك رايح تصور البرنامج، احد من اسره المذيعين تغيب. طب انا استاذنك يا دكتور علي بقى، يعني خلينا ناخد يعني وقت من الحاج ربيع والحاج شنوده على اساس يعني تاخد النقط اللي هترد عليها. يعني انا طيب بص يا يعني انا على فكره ادينا فرصه بقى يا دكتور علي، احنا مش بنترفع قدام المحكمه. مصطفى بيه، عشان يبقى لقائنا مثمر لازم حاجه نمره واحد، الدعوه دي اسمها دعوه طرد. يبقى الدعوه دي ملهاش علاقه بالبيع، ملهاش علاقه بالعقد. طب خلينا طيب ناخد نقطه كده من الحاج ربيع. ننقل للنقطه اللي بعديها كده، احنا وضحنا اول نقطه. انقل معايا بقى للنقطه اللي بعديها. طب لا احنا خلصناها، خد بقى النقطه الثانيه من الحاج ربيع. ثواني يا دكتور علي، النقطه الثانيه ايه يا حاج ربيع؟ خد النقطه الثانيه يا فندم. العقود المشهره في الشهر العقاري للاستاذ علي بايع للاستاذ ابراهيم، واخد بالك؟ وحسب ما قلت انت 13 فدان و13 فدان، الكلام ده برضو ما فيش حاجه من الصح. هو بايع 10، يعني بايعين لبعض، بايعين لبعض 10 و15 و18 جرات. واخد بالك؟ 10 و15 بايعين ومسجلين وداجلين، واخد متاخد عليهم مقررات ان التوكيلات سليمه. التوكيلات باطله يا فندم، عشان انا معايا 6 توكيلات للبيع والشراء للنفس وللغير. يبقى الراجل ده كان مجنون يا فندم، عشان خاطر يعمل 6 توكيلات يبقى مجنون؟
يا مش موجود يا مزور، يعني يا تمام. مجنون يا مش موجود تمام. يا مزور تمام تمام. طيب قلت ماشي انا ممكن توكيل واحد ابيع ابن مربط ما انت عايز الكلام ابيع قارية. خلاص انا فهمت وجهه نظرك، انا فهمت وجهه نظرك. طب اتفضل اتفضل يا دكتور اتفضل. سيادتك احنا معانا عقدين مسجلين، واخد بال حضرتك؟ العقد المسجل ده معناه ايه؟ معناه ان البيع تم، واخد بال حضرتك؟ زي ما هو قال بالمساحات اللي هو قال عليها 10 و15 و8 قراري و18 ايراد، ده كلام مظبوط. على العقد المسجل اللي عندنا، العقود المسجله بتاعتنا، عقد رقم 3525 على ألف بتاريخ 25/5/2015، ده العقد الأولاني اللي ب 15 فدان و 18 إيراد وأربع فهم، تمام؟ العقد الثاني عقد رقم 3455 على ألف بتاريخ 21/5/2015 توثيق المنيا نموذجي، ده ب 10 أفدنة. العقدين دول صادرين في الشهر العقاري، عليهم ختم الدولة وعليهم ختم الشهر العقاري بما يفيد تحقيق واقعة البيع. يا فندم هو الموظف لما أكمل كلامي يا حاج رفيع، ما ينفعش تقاطعني، احنا بنوضح رأي، سيبني اوضح رأي كامل. العقد المسجل اللي معايا عقد مختوم بخاتم الدولة، خاتم شعار الجمهورية، عقد موثق في الشهر العقاري، عليه توثيق جميع الموظفين بموجب طلبات رسمية. إذا ثبت تزوير هذه الورقة يثبت بطريق النيابة العامة، النيابة العامة تحقق في الواقعة، تثبت تزوير هذه الورقة بموجب التحقيق مع كل موظف دخل بيها بإمضاء، كل موظف ليه إمضاء على الورقة دي يتحقق معاه، وبعدين يجي خبير الخطوط يقارن دي توقعات مين، وبعدين يجي تسلسل السندات اللي موجودة عندي، سواء توكيل من عادل مصطفى سواء توكيل من أيوة دكتور علي. دكتور علي أنا عايز بس نفهم النقطة، أنا إحنا كل ده حضرتك يعني قلت يعني قلناك 50 مرة، أنا بس عايز أوضح حتة معينة بس يا دكتور علي، أن الحاج ربيع بيتكلم بيقول أن البيع ده تم بيع كذا مرة بينهم مع بين بعض، يا بيع يا بيع بينهم ما بين بعض يا فندم. يعني فين 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 صاحب الأرض نفسه؟ عشان هل هو تم البيع دوت بإجراءات مثلا توكيل مثلا عقد الصحة والنفاس يا فندم؟ يا مصطفى بيه يا مصطفى بيه، البيع ده تم لمدة تم لعشر مرات، واخد بال حضرتك؟ تم لمدة 200 يوم، اتعمل ب 20,000 توكيل، مش ب 100 توكيل، مش ب 6 ب 100، واخد بال حضرتك؟ في النهاية أنا مليت لحضرتك أرقام ومليت لحضرتك بيانات موجودة في دفاتر الشهر العقاري، ما تسألنيش أنا يا فندم ماشي، ما اسأل مصلحة الشهر العقاري يا فندم ماشي ماشي ماشي، كان هد كيان دولة يا فندم ماشي، ما حضروا لي. طب خلينا نسمع بس من الدكتور علي وبعد كده لا لا وبعد كده حضرتك نسمع من حضرتك، اتفضل يا دكتور علي قول يا فندم اتفضل اتفضل. دولة راحوا اشتكوا للنيابة العامة والنيابة العامة فندت كل ورق بما فيهم التحقيق. طب انا عايز اسال سؤال، انا دفعت في البيعة دي 3 مليون في بنك مصر باسم مين يا فندم؟ انت دفعت كام؟ باسم مين يا فندم؟ انت دفعت كام؟ باسم مين يا فندم؟ انا دفعت 3 مليون في بنك مصر فرع الدقي، باسم مين يا فندم؟ باسم مين؟ انت ولا سنودة ولا اي حد؟ باسم مين يا فندم ال 3 مليون؟ انت صفتك ايه في الارض الى يا فندم؟ انا انت مالك؟ انا النهارده معايا عقد يثبت ان انا مالك للارض، انت معاك يوستنك ايه يا فندم؟ انت وانا معايا حكم قضائي، واخد بالك معاك حكم قضائي؟ ما كله كلام، كله بيبقى كلام يا فندم. انت معاك حكم قضائي ده انت معاك حكاوي، انا ممكن ممكن اروح للمحكمه يا فندم الوحده واقول انا شاري بيت من فلان، انا معايا عقد واخد حكم الشهر العقاري، عقد رقم 3525 على ألف. طب خليني بقى دكتور علي، 3455 على ألف سمعناها، توثيق المنيا نموذجي، دفتر الشهر العقاري موجود فيه العقد ده، واللي عمله ده موجود فين؟ واللي عمله حسين بدر عفاضيل اللي انتوا اشتكيتوه على خليفه، انا معايا مستند ده دفعت 3 واللي عمله حسين بدر عفاضيل اللي انتوا اشتكيتوه. انت صفتك ايه في الارض؟ يا فندم انا صفتي انا مالك، انا معايا عقد رسمي، انا مالك يا مصطفى بيه، انت مالك؟ انت مش مالك، انت مختصر. انا مش مختصر يا فندم، انا معايا قرارات، انا مالك ومعايا حكم محكمه،
صادر من الشهر العقاري. طب يا دكتور علي في حاجه هتضيفها تاني يا دكتور علي؟ كلامك غير صحيح. الشهر العقاري موجود فيه دكتور علي. كلامك غير صحيح يا دكتور علي. حط هذه الورقه حضرتك. اما ان هو كلام فاقول من هنا للصبح. طب يا دكتور علي ممكن تسمعني؟ طيب يا دكتور بطريق النيابه العامه يا دكتور علي في حكم نهائي. هات ما يصدر حكم نهائي في جناية التزوير. هات المالك يا فندم اللي قلت حي يا فندم. هات المالك اللي انت قلت حي. في دولة الدولة اي ورقة مكتوبة بخاتم الدولة لا يطعن عليها الا بطريق التزوير. ده قانون يا في فندم. دولة يا دكتور الحق حق. في حاجة هتضيفها تاني يا دكتور؟ هتوصل لحاجة يا دكتور. في حاجة هتضيفها تاني؟ الحق اعلى منك. الحق اعلى من اي حاجة دكتور علي. دكتور علي في حاجة هتضيفها تاني؟ الدولة تحترم. انت انا دفعت 3 مليون، انت دفعت كام؟ فين يا فندم؟ لمين؟ يا دكتور علي يا دكتور علي لما لو سمحت محمد. يعني خلي فيه اداره حوار يا دكتور. انت مالك يا دكتور علي؟ مين هو عادل محمد رشدي يا فندم اللي انت دفعت له 3 مليون؟ انت مالك انا بس يا دكتور علي ارجو يكون في يعني اداره الحوار. يبقى يعني حضرتك استمع وانت تستمع. انت ولا تملك اي شيء ولا حتى ورقه. انا على الارض يا فندم. تفتح سهاري انا على الارض لما المحكمه تحكم يا فندم وانا راجل حقوق. ارجو يا دكتور علي مش عايز تستمع. يا دكتور علي اشكرك يا دكتور علي. طبعا الدكتور علي منفعل وطبعا بيتهم ان حضرتك مغتصب. يعني ايه مغتصب؟ لا يا فندم انا مفيش حاجه اسمها مغتصب. انت حضرتك انت عندك حكم محكمه انت انا مش مغتصب يا فندم. انا معايا قرار تحكيم المحامي العام بعد ما فعلنا الشجار والجار الملاصق والدلال والشيخ والعمده وتحريات الرئيس المباحث وكل حاجه. ما هو النيابه العامه والمحامي العام ياخد قرار بدون تحديدات يا فندم. معرفنا ان احنا على الارض وجاوبونا ناس بسلاح وعايزين يطردونا وشاكونا بحصالات امانه عشان يهددونا. شكوا الراجل ده ب 2 مليون و450 الف اللي قاعد قدامك بوصل. ايوه يا فندم. وخد براءه. ايه اللي تم فيها؟ براءه يا فندم. اتفضل يا سعاده البيت. براءه يا فندم عشان كله مزور. ده براءه. طب ارفعها كده الشيخ. المحكمه هم رفعوا لك وصل. ايوه يا فندم. انا بالنسبه لما انا معايا عيال وعم اشحت عليها وعشان اوكلها. لا مش عم اشحت. واخد بالك؟ لا انا عم اشحت ومش راجل يشحتني. ما يقولش العوز. لا هو كده. واخد بالك سيادتك؟ قال لي الاستاذ محمد عليه رحمه الله قال لي يا عم شنوده يعتمد على ايصال امانه يسيب الارض انا اجرها. طبعا سبت العيال ان ما مضيش على ايصال امانه هسيب الارض هيأجرها. والارض دي معانا من التاريخ ده يا باشا. شوف التاريخ ده من سنه 90 97 67 يا باشا. الجيل اللي مخلوق على الدنيا. انا بتكلم على الايصال. الايصال بالتاريخ الايصال في 97. التاريخ الايصال ها يا باشا. هم ترخوه بمزاجهم يا فندم. هو يعني انا اقصد انه كله مزور يا فندم. كله مزور يا فندم يا باشا. ما هو من طير الارض برضه. خدت براءه وحكم. ايوه خدت براءه ورفع دعوه مدنيه. ان الله ما لا يظلم احد يا فندم. احنا معانا احكام عليهم. الايصال ده بيتاخد بناء على ايه طيب؟ بناء على قال لي يعتمد على ايصال امانه على بياض عشان حفاظ الارض يسيب الارض. انا ما اقدرش اسيب الارض لان مهنتي وطلحت لقيتها مع ابويا. ما اقدرش اسيبها. طب اسيبها انا وعيالي ناكل ونشرب منين؟ لا انا موظف ولا اولادي موظفين. حتى البيع فلما وقفنا للارض دي اللي هم ست فدادين احنا كنا ندعي الارض دي اتباعت. لو ندور المقاس في الارض الملك والارض الايجار. بص يا استاذ مصطفى محافظه المنيا مديرية الزراعة الإدارة الزراعية بأبو جرجاس السيد المهندس وكيل وزارة الزراعة ومدير مديرية الزراعة بالمنيا إدارة الخدمات الزراعية تحية طيبة وبعد نتشرف بعرض الآتي على سيداتكم بناء على شكوى أهالي عزبة طنطاوي التابعة لقرية الفجاعي مركز أبو جرجاس محافظة المنيا والتي تم نشرها بجريدة الأهرام في عددها الصادر بتاريخ 5/3/2015 والتي يتضررون فيها من قيام مجموعة من الأهالي بالاستيلاء على الأرض التي يزرعونها بزراعة وبناء عليه تم تشكيل لجنة من كل من المهندس محمود عبد عطا وكيل الإدارة للخدمات الزراعية المهندس يوسف شكري نجيب وكيل الحيازة بالإدارة المهندس حسين محمد عبد الخالق رئيس القطاع الزراعي بناحية الفجاعي
انتقلت اللجنه المشكله بعليه الى جمعيه الفقاعة الزراعيه محل الشكوى بفحص السجلات، تبين عن وجود حيازه زراعيه في سجل 2 خدمات موسم 97 2000 حيازه، بان المواطن عادل وعمره محمد رشدي اسمه مزدوج يا فندم بمساحه 65 فدان تحت رقم كذا. المهم طبعا في الاخر خالص قال لك ايه، باع 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 لبشرى عزيز 8 جراريط والتنازل غيابيا، يعني 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 ما حضرش، ما حضرش الاستاذ عادل. بعد كده باع لعادل، بعد مين تاني؟ باع لايمن عزيز وغيابيا، باع لاماليا وغيابيا، باع لابو محسن وغيابيا، وباع لابو اليزيد كله غيابي. الاستاذ عادل ما جاش الجمعيه خالص، ما شفناهش، ما شفناش احنا من دارنا، وما جاش وما تنزلش على اي حاجه، ده كلها اختلاسات زي اصالات الامانه، زي اصالات الامانه ما اختلسها وبحالهم وطلعنا براءه برضو، واحنا واخدين عليهم احكام يا فندم زي ما قلت لك، وعايزين ننفذها. انا ناشد وزير الداخليه بس لما نخلص ورئيس الجمهوريه في التدخل في الموضوع ده، عشان هم لوقات شرطه مش عارفين ننفذ. سعاده الباشا واخد بالك، هم اللي قالوا في الدعوه دي ان هو اتوفى، احنا ما قلناش انه اتوفى، ما نعرفوش لا حي ولا ميت لحد تاريخه، ولا حي ولا ميت، هو بيقول حي يجيبوه، يجيبوه احنا نسيب له الارض. سعاده الباشا، اه استاذن سعادتك، أيوة. صل على رسول الله عليه الصلاه والسلام. انا الراجل النهارده كده اشتريت كوبايه الميه دي من سيادتك ماشي، وكتبت لعقد، وياخد الكوبايه وجيت طالع لبره، اهالي القناه قالوا ما تاخدهاش ونطش اكون موتك، مش هرجع لسيادتك واقول لك تعال سلمني الكوبايه؟ اه طبعا. حلو الكلام، انت سيادتك بحت، تعالوا يا اهالي القارئ البلد الكرام، انا بحت الارض بتاعتي، يبقى ما لناش عنده حاجه مبروك عليه. قالوا لهم يا فندم، ايوه الحاج ربيع ذكر قال لك على الاقل حتى بالشفعه او حتى بعين الارض زي ما قال. معانا من بيت الارض دي يا سعاده الباشا، لما اقول لك مختصبين، اتفضل اقرا في العقد بتاعهم، بقول لك اتفضل اقرا، اتفضل اقرا، وكان باسم والدتي. استنى يا عم، ده عادي جارده، وكان باسم والدتي، وانا الشهاده بتاع الميلاد بتاعتها ده عن تكون انا جايب عبد واحده مش بتاعتي في امي. الشاع يا فندم، احنا ناس ما نقولش غير الحقيقه، احنا ناس ناكل حرام، احنا ناس هنربي اولادنا على حرام، ايه ده؟ بص يا فندم، سادسا يقر الطرف الثاني المشتريان بانهم قد عاينا الاطيان الزراعيه المبيعه لهم اعلاه المعينة التامة النافية لكل جهالة، وأصبح لهم الحق في التصرف فيها بكافة أوجه، يعني عينوا الأرض. اتفضل سعادة. واخد بالك؟ الثاني يقول الطرفان المتعاقدان بأن خضوعهم الأرض دي مش خاضعة للإصلاح الزراعي، واخد بالك؟ والحراسة والكسب، ويقول الطرفان بأن مفيش تحديد مساحة يا فندم. أنا عارف إن العقد المسجل ده يطلع بناءً على تحديد مساحي، كل قطعة لوحديها. ودي ارض فيها املاك ناس مشتريه سابقا من عليام الست ناهد، في ناس شاريه من عليام الست ناهد. يعني عقد ان شاء الله عقاري حاج ربيع ما بيتمش تحديد مساحي؟ لا يا ما عملش تحديد مساحي، لا ما عملش تحديد مساحي، بناء على فين العلامات؟ فين العلامات والحدود والاطوال؟ انا عايز بس يعني. عشان انا عايز بس اوضح حته دي مهمه. لا يا فندم، فين العلامات والحدود والاطوال؟ ما عملوش تحديد مساحي. موجوده في العقد البيع؟ لا يا فندم، لا مش موجوده يا فندم، مش موجوده يا فندم، بدون تحديد مساحه، مكتوبه كده بدون تحديد مساحه ماشي. العقد ان شاء الله عقاري؟ ايوه يا فندم، واخد بالك؟ طلعوا لها قانون اهو، تم مراجعه هذا المشروع بدون تحديد مساحي، وذلك طبقا للمنشور الفني رقم كذا. يعني عشوائي. اه يا فندم، اه بص في البند نفس في العقد الشهر العقاري. ده الشهر العقاري ده اللي هو بيقول لك عقد مسجل ونقل للملكيه، العقد المسجل اللي نقل ملكيه عقد افضل طالع من المحكمه صحه ونفاذ يا بيه، طالع من المحكمه صحه ونفاذ، واللي بايع لك اللي بايع وما يقدروش يعملوه يا فندم، لازم عادل يروح المحكمه ويقر لهم فيه لازم. لكن المشهر ده ما هم بتوكيلات، ده بايع لده وده بايع لده وبايع بس كده توكيلات، كل واحد ده يا مؤاخذه انا بيها لحضرتك، يعني الموضوع كله غامض في موضوع التوكيلات. ايوه يا فندم، وده ده حضرتك انت زي ما قلت حضرتك ده منظور في القضاء ما اعتقد. ايوه يا فندم، كله موجود وفي الخبراء، وهتبحث الخبراء، وموضوع وقضيه كبيره، وكله في الخبراء، ثلاث قضايا في الخبراء يا فندم وهتتفحص. استاذ سعادتك،
دكتور فحص. ده هي برقم كام القضية دي اللي هي موجودة؟ القضية 171. بص القضايا، بص قضية 171 لسنة 2015، وقضايا اللي احنا خدنا فيها حكم واستأنفوها رقم 2 لسنة 2016، وقضية 123 لسنة 2017، وقضية رقم 228 لسنة 2015. ده كل القضايا دي مرفوعة، واحنا اما في ادينا في المحكمة، واحنا في المحكمة وهناخد ان شاء الله، وخدنا حكم لا مؤاخذة، رفع علينا قضايا طرد، وخدنا برضو اربع قضايا رفض يا فندم امبارح بس، والنهارده يمكن خدنا ثلاث قضايا رفض لا مؤاخذة، يعني ما ثبتوش ملكيتهم يا فندم. حتى اللي عملوا قضية الريع ما ثبتوش ملكيتهم يا فندم، ما ثبتوش ملكيتهم، القاضي رفض، ما ثبتوش ملكيتهم للأرض. العقود دي المفروض محد وزارة الزراعة ما تخشش يا فندم، ما تخشش في الموضوع ولا تنجو الحيازة، في قضاء والقضاء شامخ والقضاء عادل، واحنا يعني راضيين بحكم القضاء، احنا خاضعين القانون، احنا راضيين بحكم القضاء. لو جابوا حكم اقول لهم نرفع القبعه، اقول لهم السلام عليكم ورحمه الله. طب اخد مداخله سريعه كده، معايا المهندس محمد علي مدير الاداره الزراعيه ابو القاص. اهلا بيك يا فندم. باشمهندس علي، باشمهندس محمد، باشمهندس محمد، باشمهندس محمد، عاود مره اتصال مره اخرى باشمهندس. طبعا ده من ضمن الناس اللي كانت موجوده في، ايوه يا فندم، ده اتنقل وخد حكم المحكمه ورجع تاني، ده نقلوه استحماته فوق، يعني هو رجع دلوقتي الاداره يا فندم، نقلوه وودوه المتابعه وودوه مش عارفين، هو حاليا مدير الاداره الزراعيه في المنيا واخد حكم، وهيرجع واخد حكم بالرجوع يا فندم من مجلس الدوله برضه، واخد حكم، زائد ان مجلس الدوله او الفتوى لا تصح الا لاملاك، ما تصحش في املاكي، املاكي يعني. هو البطلان راح في الرجلين في البلد دي، ارض ائتمان يا فندم، ده ارض ائتمان، مش بتخضع للقانون، يعني بتحكي انا بتاع عادل، يشوفوا عادل راح فين، لكن ما ياخدوش فتوى بيها بالبيع بعقود لا مؤاخذه مشهره وباطله يا فندم، وفي العقود الاولانيه بتاريخ اللي هم شهروا بيها بتاريخ 1/11، والموكل هو الوحيد عمل توكيل العمل المحضر ده اللي قلت لحضرتك عليه في ب 59 فدان في 13/1/2000. ازاي دكتور مصطفى؟ انا عايز اعقل، الانسان يعقل اي حاجه يا فندم يا دكتور. طب هل فعلا اللي هو التوكيل اللي حضرتك قلت عليه ده ثبت في القضايا اللي مرفوعه؟ ايوه كله في القضايا، اللي هو التوكيل اللي هو الارض اتباعت في 2014. ايوه يا فندم، ايوه في القضاء، والموكل بتاعه ثبت في القضاء، هم حاطينه برضه في احنا جايبين العقود دي من المحاكم. طب الباشمهندس محمد علي مدير الاداره الزراعيه بالمنيا، اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. حضرتك طبعا انت عارف المشكله اللي هي خاصه بال 53 فدان اللي هي في علبه طنطاوي. طنطاوي فحضرتك طبعا انت عارف نقل الحيازه والوضع اللي تم فيه بالتوكيلات، والموضوع ده والموضوع الشائك وما زال موجود في القضاء حضرتك. ومؤخرا طبعا عرفنا ان انت اتنقلت، وقلت حضرتك ان انت اتنقلت بسبب ان انت امتنعت على، فخليني خليني اتكلم بس عشان نكلمها باستفاضه، تقول لي بس ايه اللي تم بالظبط يا باشمهندس. تمام يا فندم، تمام، اتفضل. انا هوضح لحضرتك يعني نقطتين هم اللي هي يعني هيوضحوا الصوره لحضرتك. اتفضل. موضوع الحيازه دي تم على مرحلتين، المرحله الاولى دي مجموعه وليس علي بدوي وابراهيم بدوي بس، مجموعه حوالي خمس افراد وقدموا عقود لل 53 فدان. ال 53 فدان كانوا عايزين ينقلوها مره واحده، ودي اللي كان فيها العقود اربعه يا فندم، اربعه اربعه نعم اربعه اربع افراد كان 53 فدان معاهم اكتر من توكيل ومعاهم اكتر من عقد، والتوقعات واضحه تماما اللي هو
باسم عادل محمد رشدي مختلفة تماما سواء في التوكيلات أو العقود، فده اللي خلى الإدارة الزراعية في مركز أبو قرقاص مسؤول الحيازة ومدير الجمعية تخوف من عمل أي إجراءات لنجد الحيازة. فضلنا في الموضوع ده أكتر من حوالي 8 شهور، دي كانت الفترة بتاع كامل شاهين وكيل الوزارة. هما طبعا كانوا توصلوا لكامل شاهين واتفقوا معاه على حاجات معينة، وهو اللي وصلهم للوزارة لعبد الناصر مسؤول الحيازة والمسؤولين في وزارة الزراعة، ومعاهم محمود عطا ومعاهم مجدي عبد الله والمجموعة دي، وتوصلوا ان هما يطلعوا فتوى غير ملزمة، والفتوى دي عبارة بيقولوا ان هي الناس دي معاها عقد مكسب للملكية وبالتالي يحق لهم على نجل الحيازة، وهذا العقد غير مكسب للملكية اللي هو الكلام اللي بيتكلم فيه الحاج ربيع دلوقتي. العقد المكسب للملكية لابد ان تشترك فيه الشهر العقاري مع المساحة، تمام يا فندم؟ تمام. مع المساحة مع الزراعة، ما حكم ويبتدوا يرفعوا الاحداثيات بتاعة الحوض كله ويحددوا كل قطعة بأبعادها وبحدودها. لكن العقد اللي عاملينه ده اللي هو ب 23 فدان ولا ب 26 فدان، ال 10 وال 15 والكلام اللي بيقولوا ده برضه لعبه ثانيه اللي هي الحلقه الثانيه اللي هي المرحله الثانيه. تمكنوا بطريقه او باخرى، عشان طبعا الاستاذ الدكتور علي سبانخ اللي بيتكلم ده المحامي وبيتلفظ بالالفاظ وبيتهكم على الناس، هو بيقول لك الشهر العقاري وختم الدولة وشعار الدولة ونسر الدولة ولابس الروب ويترافع في المحكمة، وهو انا ما ختم الدولة ورأس الدولة وعمل الدولة ما بيعملوها افراد، والافراد دي كلهم ذمتهم يجري فيها قتل. ده احنا باشمهندس، لا ما انا بقول لسعادتك انا مش بتكلم حد، ما بنرضاش كلام لحد يا باشمهندس، الكلام كله ملوش اساس. اولا الراجل كان بيتكلم، انا لو معايا عقد يا باشمهندس محمد بعد ثواني بس خليني اوضح لحضرتك. الراجل الدكتور علي كان بيتكلم في نقطه مهمه قوي، بيقول لك ديت شعارات او اختام دوله ودي موظفين دوله، ولو هي مزوره اللي هي الجهه المختصه اللي هي النيابه العامه، هل النيابه العامه وجهت لاي حد من دول الاتهام بالتزوير؟ خلينا اتكلم معاك يا باشمهندس عشان انت راجل قياده تنفيذيه وراجل مسؤول، فارجو كلام الناس ما تاخدش علينا. هل هو تم توجيه اتهام بشكل مباشر من خلال النيابه العامه بان الموظف الحكومه ده تزور او عمل اي وضع من اوضاع خطا؟ ايوه يا فندم في توكيلات، ما هو مفيش توكيل، ما هو في توكيل باسم محمد حضرتك ده في القضاء. انا بتكلم دلوقتي هل النيابه العامه عشان بس ما نقولش حبس فيه ابن عم، النيابه العامه حبست ابن عم في توكيل محمد فتحي محمود دياب، حبسته وطلع مش توقيعه، وطلبوا عادل محمد مصطفى رشدي في مصلحه التزوير والتزييف في اسيوط عشان يروح محاميه اللي هو علي خليفه ضربله برضه توكيل، ضربله توكيل، واخد بالك؟ هم علي خليفه ده ضربله توكيل في نادي الجزيره، واخد بالك؟ وراح حضرتك بالتوكيل ده. طب كمل يا باشمهندس محمد اتفضل. لو اطلعت على المستندات اللي مع الاستاذ ربيع تمام، تشوف حضرتك العجب العجاب، توقعات مختلفه وتوكيلات مختلفه وتوكيلات لاشخاص وعقود لاشخاص. زي ما هو قال في واحد صاحب عقل صاحب ارض يعمل ست سبع توكيلات لست سبع اشخاص مختلفين بتوقعات مختلفه. وبعدين سعادتك النقطه اللي اهم، هو حضرتك بيقول لك ايه، انت اتهمت المره اللي فاتت وقلت عندي زهايمر، انت مهندس زراعي انت تفهم في الطب؟ لا، مدير الجمعيه الزراعيه للاستاذ علي عبد العزيز راح الزمالك وراح الفيلا بتاعت عادل محمد رشدي وشافه بعينه وهو قاعد في الجنينه بالبيجامه، والبواب قال له مش هتقدر تتكلم معاه ده راجل مريض وعنده زهايمر. ده سنه كام ده يا باشمهندس محمد؟ ده برضه في الدوشه بتاعت 2014 يا باشا، احنا من 2014 بنتهدد بالقتل، وتم توصيه
وكيل الوزاره راح للمحافظ مخصوص قال ده محمد علي بيحرض المزارعين على التظاهر وعلى وعلى التظاهر امام ديوان المحافظه وامام ديوان المديريه، وهو اللي تسبب في نقلي نقل تعسفي لرفضي نقل هذه الحيازه. طيب بعد ما تم رفضها من الاداره الزراعيه بابو برقاس، فهنا اللجنه اللي اتشكلت من وزاره الزراعه والوضع اللي تم ده، ايه اللي تم الاجراء بعد كده بالفتوى؟ اللجنه دي تشكلت عشان خاطر الصداع اللي كان موجود في وزاره الزراعه. طبعا ان هو زي ما بيقول الاستاذ ربيع دول ناس ذو نفوذ كانوا بيروحوا وزاره الزراعه وبيضغطوا ضغط شديد. تشكلت لجنه من الاسماء اللي انا ذكرتها، واللجنه دي قالت ايه؟ يتم نقل الحيازه دفتريا، مفيش حاجه في القانون ولا في الاجراءات نقل الحيازه اسمها نقل حيازه دفتريا. الحيازه لها اجراءات ثابته قانونيا واجرائيا لا يمكن الحياد عنها. اولا اللجنه القرويه المشكله من الدلال والصراف وشيخ الناحيه وعمده البلد ومدير الجمعيه لابد ان يعملوا معاينه على الطبيعه على الارض موجوده بحدودها الاربعه، وان الارض مسلمه للمشتري بمعرفه البايع. الموضوع ده ما حصلش، اللجنه القرويه رفضت تماما لان البايع مش موجود والمشتري هم مش معترفين بالورق اللي معاه. اللجنه القرويه بالكامل اصبح الان ده اول نقطه. النقطه الثانيه الحيازه اللي هو بيقول عليها دفتريا دي حيازه مشاع، يعني 26 داخل ال 53 الكليه، حدودها ايه؟ ايه الحدود بتاعتها عشان نعرف ان ال 26 دي بتاعت علي بدوي وابراهيم بدوي؟ اولا ما ينفعش نقل الحيازه مشاع نهائيا، ده قانون صارم واضح تماما، ممنوع منعا باتا نقل الحيازه مشاع، لابد من عمل فرز وجسمه وتجنيب وتحديد المساحه اللي يتم شرائها. نمره ثلاثه يوجد نزاع قضائي بين اللي هم واضعين اليد على الارض منذ سنه 50 حتى تاريخه، وتوجد حتى لو عريض الدعوه تؤكد ان في دعوه قضائيه لا يتم نقل الحيازه. تمام. نمرة أربعة يبقى عندنا محضر اللجنة القروية غير موجود. الأرض مشاع. ثلاثة الأرض ليست على تحت حيازة المشتري. نمرة أربعة حضرتك البنك لم يخطر بالمالك الجديد ولا تغيير المديونية وشراء والشراء وده كله. باستمرار أربعة ذراع. يعني لم يتم اي اجراء من اجراءات نقل الحيازه، ازاي تتم نقل الحيازه؟ وازاي يتكتب اسمه في دفتر سجل اثنين خدمات؟ وانا قلت في الحلقه السابقه وبكرر اللي تم كله خطا وما بني على باطل فهو باطل. اللي تم تليفونيا من الوزاره من مصر من محمود عطا انقل الحيازه يا احمد يا اللي هو مدير اللي هو وكيل الوزاره. طلع رشدي مجدي فرنسيس بتاكس بعد مواعيد العمل الرسميه وخد سجل اثنين خدمات من الجمعيه، وده غلط قانوني. سجل اثنين خدمات يا باشمهندس محمد مسؤوليه مدير الجمعيه ولا يمكن التصرف فيه ولا اي واحد يملك حتى وزير الزراعه انه يحط خط في سجل اثنين خدمات. المسؤول مسؤول جنائيا وقضائيا واداريا مدير الجمعيه فقط. طب يا باشمهندس محمد بعد نقل الحيازه ان هو يغير في سجل اثنين خدمات ويضيف اسم واحد او يحذف اسم حد. طب اسمعني يا باشمهندس محمد خليني بس اوضح نقطه. حضرتك قلت المهندس محمد عطا مين ده؟ شغال فين وبتشتغل ايه؟ وكيل الوزاره. لا 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 ده احمد يوسف وكيل الوزاره. محمود عطا ده كان ماسك الاداره المركزيه وما زال ماسك الاداره المركزيه للبساتين، ولكن في موسم توزيع الأسمدة كان بياخد استثناء من الوزير أو تكليف بأعمال المتابعة، حيث أن عدد المتابعين على مستوى الجمهورية عددهم قليل فبياخد متابع لأحد المراكز أو لأحد المحافظات. وطبعا كان بيختار القطط السمان، اختار المنيا عشان خاطر سهلة لما يجي يعمل حيازة زي كده يقبض له فيها مبلغ وخاطر. محامي الخصم يا ريس جالي المكتب وقال لي وكيل الوزاره خد مليون جنيه، انا كان ممكن اجيب لك 500 وطردته من المكتب.
في شهود على الكلام دوت او في ما للاسف الشديد، للاسف الشديد كنت انا وهو مع الرقابه على مسؤوليتك بقى باشمهندس محمد، لان طبعا انا طبعا ما ينفعش يتقال الكلام ده على الهوا ان فلان قال كذا وانا اديت لفلان كذا، لان طبعا ديت حاجه احنا غير مسؤولين عنها وما ينفعش تتقالها. باشمهندس محمد ده راجل كده تلفزيونيه عارف يعني انا لما اوجه اتهام بدون وجه حق او بدون ادله او بدون شهود ده طبعا احنا لا نقبل الكلام ده يا باشمهندس. دي نقطه. النقطه الثانيه ما بتهمش حد برشوه لان ما فيش دليل على ان انا فلان ده خد رشوه او ما خدش رشوه. لان في الاول في الاخر اشكرك يا باشمهندس محمد علي مدير اداره زراعيه بالمنيا، اشكرك يا فندم. في اي حاجه ثانيه تضافها؟ ايوه في يا فندم. ايوه في يا سعاده الباشا. اتفضلوا انا عايز استمع. بعد اذن سيادتك. الاستاذ الدكتور عم يقول انتوا مغتصبين الارض. وانت يا عم عياد عم مسيح عايز تربي ولادك في الحرام؟ انت واخد 13 جراط وسبعة وسبعة سبع تسهم من عادل وعمر، انت صحيت عادل وعمر وموت تاني؟ انا سيادتك يا باشا اتفضل. ادي الست جريت اللي قلت عليها قدام سيادتك في الحلقة اللي مضت، ست جريت برضو هي الست ده ماشي؟ العقد اللي معانا يا سعادة الباشا، شوف شوف سيادتك من سنة كام؟ من سنة 67 العقد اللي هو من 52 كانت الأرض، وخدنا عقد من 67 باسم والدتي عشان أبويا. ده إيجار ده يا حاج. أيوه ده اللي كان عم يدفع الإيجار بتاعه غير 97. من 67 يا سعادة الباشا، أنت سيادتك لو قعدتني لو عطيتني زرعة وقعدت فيها 50 سنة تقدر تبيعها لحد ولا تقول لي؟ لا ارجع لك طبعا بالشفعة مؤلف كده برضه قالها النبي عليه الصلاة والسلام مش وسط على سبع جار. احنا ممتلكين ماسكين الارض دي من على ايام جدودنا، من على ايام جدودنا يا سعادة الباشا. وبعدين سعادتك واخد بالك هما مش باعوا؟ يجيبوا المالك اللي باع لهم ويمضي له يجي يقول احنا بعنا الارض دي، مبروك عليهم. القانون القانون ان اعطاهم الحق واعطاهم الارض مبروك عليهم. والا انا رحت راجع قاعد اكل رغيف انا وعيالي، وسيادتك خشيت خدت رغيف من قدام اسيبك؟ اصل ما اقدرش اسيبك، حرام عليكم، حرام يا باشا، ايتام وارامل، عواجز عواجز يا باشا عم تاكل من الارض دي. انا عايز ناس تشوف على الطبيعه. والله 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 هننزل يا عم شنودة، هننزل نصور على الطبيعه. ماشي يا فندم، هننزل نصور على الطبيعة ونشوف فعلا الأسر اللي واحنا يا سعادة الباشا التراب اللي تحت المداد بتاع سيادتك على راسي أنت واللي هيجي، وبشرط تقول لي هاجي في اليوم الفلاني وأنا اللي مش لاقي آكل هقول شوف أقوم بوجبك ولا لأ، رقم واحد. ورقم اتنين ما تجاملنيش. لا أنا مش هجامل، إحنا أهو على ولا أنت ولا لأ، بنرضي رأي حضرتك ورأيه والمشاهد هو يعني سيادتك. لا انت هو لا سيادتك انت ولا سيادتي اللي هيجي جمال، مش عايزين مجاملات. ان شفت اسماعيل مرتضى عبد الرحمن ده رجله مقطوعه، هو عاجز ومرته عاجزه وبنته عاجزه وابنه عاجز، لا حول ولا قوه الا بيه. ثابت عوض مجلي هو عاجز ومرته عاجزه وبنته متجوزه ومطلقه عندهم 8 قراريط، واخد بال سيادتك؟ سر عبد الرزق 5 جراريت معاود ومعاه 7 بنات. والله من الرب اللي كنت عم اكذب يا بيه، مني لحكم الحاكمين اللي كنت عم اكذب. ولاد شلقامي الواحد منهم عنده 3 جراريت واللي عنده جراتين، وتعد العيال. عندنا الستات عم تجيب بالجوز وعايشين، ما تضحكش يا بيه، والله عايشين. هو تنظيم الاسره بقى احنا والله العظيم زي ما عم اقول لسيادتك وحياه ولادي وربنا يا باشا بالجوز وعايش. حاجه ثانيه يا حاج ربيع. نعم. أيوة في حاجة تانية تضيفها؟ أيوة يا فندم. اتفضل. أنا أناشد السيد معالي رئيس الجمهورية والسيد معالي وزير الزراعة في إلغاء نقل الحيازة، والسيد معالي رئيس الرقابة الإدارية للدولة واخد بالك بفحص جميع الأوراق والمستندات المقدمة منهم، واخد بالك؟ وأناشد السيد اللواء وزير الداخلية في حمايتنا من أصحاب النفوس تجنباً للتهديدات والاتهامات مستقبلا، لان احنا ليه احنا اهل قريه غلابه يا عيني وهم لواءات شرطه يا فندم،
واحنا ولا حول ولا قوه لي بينا، واخد بالك؟ وانا في الاخر خالص مش عايز اقول لك ايه اللي حصل معايا وانا هنا في مصر، في حد ولح في البيبان بتاعتي والشبابيك، بس انا طبعا ما عملتش محضر عشان الم الموضوع، ما وجعش ولاد عمي في ولاد خالف ولاد، قلت خلاص. وبرضه ممكن يكون يا عم انت ما كنت جبت سيره الحج، واحنا معرضين يا فندم لاي حاجه كده كده. حاج اتفضل يا فندم. بص حاج ربيع، اتفضل يا فندم. احنا كده كده مش نوده، احنا كده كده هنصور على الطبيعه. ماشي يا فندم. هنشوف طبعا الصوره الحقيقيه. ماشي يا فندم. صحه كلام حضرتك. ماشي يا فندم. ماشي يا فندم. احنا في الاول وفي الاخر حاج علي، ماشي يا فندم، احنا ولا معاك ولا مع، لا طبعا مع الحظ، لا مع الحظ يا بيه، احنا مش عايزين نعرض الحقيقه بدون بنبسطها دي. في الاول وفي الاخر اي حاجه ظهرت طبعا واتعرضت واتقالت في الحلقه، طبعا مسؤوليه اللي عرضها او مسؤوليه المسؤول عن المستندات او عن الكلام، دي نقطه. النقطه الثانيه اي حاجه طبعا اتقالت كان في رد الاخر برضو عشان في مصداقيه، عشان ما يبقاش في عمليه حجم الرؤيه الصحيحه للراي العام او القياده التنفيذيه. في الاول وفي الاخر لازم نكون نتعامل بشفافيه عشان يبقى في مصداقيه في العرض، اذا كان المزارعين او صاحب اللي هو بيقول لك انا اشتريت الارض. في الاول وفي الاخر ليه مصلحه يا فندم، اتفضل. عايز اقول عليها، انت عارف هم راحوا هددوا مدير الجمعيه الزراعيه في بيته وابنه لمؤاخذه هربوا عشان خاف عليه لما عمي، يا نموته ونموت لك ابنك. ها ربي، هنشوف بقى. احنا قلنا هنصور على الطبيعه وهنشوف الكلام ده. سؤال سعادتك يا باشا، شوف موضوع القطن كان عم يزرع متى؟ في الستينات. هذه القسام دي بتاع قطن كنا زارعينه، سياده الدكتور المحامي عم يقول لي انتوا مغتصبين الارض. لا لا، هو الراجل بيقول لك المستند والاجراءات القانونيه هي اللي بتثبت ملكيه. بايعين لبعض يا فندم، فين عادل؟ لو عادل محمد مصطفى رشدي ماضيلهم مبروك عليهم. مفيش كلام، يجيبوهم بتوكيلات. احنا هنفحص التوكيلات، هنتابع مع حضراتكم على قد الوضع، والجهات الرقابيه برضه هنخليها تفحص التوكيلات وتشوف الوضع ايه ده بالظبط. احنا عامه حاج ربيع، حاج شنوده، عم شنوده، شكرا يا باشا. لو في الاخر هنتابع معاكم على ارض الواقع وهنشوف الوضع على الطبيعه. شكرا يا سعاده الدكتور. وطبعا احنا طبعا بنشكر طبعا احنا تحت امركم يا فندم. انا متشكر واحنا تحت امركم. وانا سعيد جدا. واحنا برضو لا معلش يا فندم ثواني، واحنا راضيين برعايه